نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bifadlillah nurhi walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in wa sunna ruhi Hamid bin Abdullah bin Umar al-Basrani wa sunna ruhi Fadal al-Bankalani wa sunna ruzini Abdul Ghani wa sulim wa furah min Allah wa syambal rahmat wa furah sulusan isamil ilmadin wa sulusan ilmadin wa sulilani radiyallahu anhu وسبحان الله شيخ وسوس الروح العلماء العاملين وشهد الرسولين وجميع الملائكة المقربين وجميع المفسرين والقراء والحفاظ في جميع الجدوى إلى روح سادتنا الصوفية إنما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها إن الله يحمينا بحماية من يبدل من يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا لسيد محمد بن علي الملك أن الله تغشى بالرحمة والمغفرة وخصوصا إلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا كل مذنب يا ربنا تقطع رجانا يا ربي صل على
لنا بنوره يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا بالسعادة أصلح كل مصلح يا ربي واغفر كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا